خلال افتتاح الموسم الجامعي بوادي سوف تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع العديد من الجامعات الدولية، من أبرزها تلك الاتفاقية الموقعة مع الجامعات الإسلامية العالمية بماليزيا. وقعنا اتفاقيات مع عدة جامعات أجنبية ومنها على وجه الخصوص الجامعات الماليزية، والتي وصلنا منها وفد طلابي ب 11 طالب، 9 بنات وطالبين يزاولون دراستهم لمدة سداسي، وسوف يتم تنقيطهم من أساتذتنا، وهذا العمل يؤخذ في البرنامج الدراسي لطلاب الماليزيين. التجربة هي الأولى تقريبا على المستوى الوطني بانتقال وفد طلابي يدرس لمدة سداسي في اللغة العربية، وهم من المنتمين إلى قسم اللغة العربية في الجامعة الماليزية، وسوف نوسع هذه الشراكة مع المحيط الخارجي، مع الفضاء الخارجي، باتفاقيات أخرى في المستقبل القريب، وعلى وجه الخصوص مع الجامعات البرتغالية والإسبانية والتركية. دولة ماليزيا التي تعتبر جامعتها أول الموقعين على اتفاقية تدريس طلبتها بوادي سوف يراها أحد الطلبة فرصة دراسية هامة. رأيي في هذه الجامعة أنها جميلة جداً، ما عندي هذه الفرصة من قبل. هذه الفرصة فرصة لا يوجد في ماليزيا، لأن عندما أدرس في ماليزيا أنا أتكلم بلغة الملايوية، لكن عند سافرت هنا أنا أتكلم بلغة العربية فقط. والجو هنا في رأيي الجو هنا مليح جدا، دراسة في هنا في رأيي جميل جدا. الماليزيون الذين بدأوا يدرسون في جامعة الشهيد حما الأخضر بوادي سوف لنهل العلم والمعرفة ينتظرون بقية زملائهم من إسبانيا وتركيا والبرتغال الذين ترمي إليهم هذه الاتفاقيات مستقبلاً.